هتسألوني على مو صلاح صح؟ مو صلاح مو صلاح مو صلاح ده كان راجل هندي. والله أنا لازم أقول لكم الحكاية دي. كنت مرة في إنجلترا وبعدين دخلت محل أشتري بأمانة أشتري شوكولاتة، أنا أحب الشوكولاتة مدمن شوكولاتة. دخلت أشتري شوكولاتة فبصيت لقيت في الفانيلا بتاعت ليفربول، فسألت الراجل قلت له هو انت عندك كل الفانيلات بتاعت الراجل الهندي اللي صاحب المحل يعني، قلت له انت عندك كل الفانيلات بتاعت ليفربول؟ انا بتكلم بامانه والله العظيم ده اللي حصل. قال لي عندي كلهم ما عدا بتاعت محمد صلاح. قلت له كلهم ما عدا بتاعت محمد صلاح؟ ده انا كان نفسي اشتري واحده علشان اخدها لابني لما ارجع بلدنا وكده. قال لي هو انت من فين؟ قلت له من مصر. لقيت الراجل هتفات والله العظيم وطلع لي صورة محمد صلاح، مو صلاح مو صلاح مو صلاح. قلت له انت بتشجع مو صلاح ولا بتشجع ليفربول؟ قال لي انا ما كنتش بشجع ليفربول بس انا بقيت بشجع ليفربول بسبب محمد صلاح. اسم مهول. انا اشوف صلاح والنهارده شفت النني في التلفزيون برضو وانا بتفرج على الماتش، شفت اتنين من المع واروع نجومنا. بس النهارده تقدر تقول انه محمد صلاح كان عنده تحدي تاني غير تحدي المباراة. التحدي بتاعه هو تحطيم الارقام القياسية، وكما جرت العادة محمد صلاح ده لو عارف انت كان في زمان جملة كده تقول لك ايه يا كيدهم، او محمد صلاح ده يا كيدهم. والله من رقم الى رقم اعلى واقوى وافضل. محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المصري يواصل تحطيم الأرقام القياسية فينفرد مو صلاح لاعب ليفربول بالمركز العاشر في قائمة أفضل هدافين الدوري الإنجليزي عبر التاريخ. ومحمد صلاح النهاردة يعمل حتة هدف لليفربول أمام أرسنال فيرفع صلاح رصيده ل 151 هدف في مشواره بالدوري الإنجليزي. المصريين في إنجلترا عاملين عظمة العظمة سواء إذا كان مو صلاح أو النني. بس زي ما بقول لك هو الليلة دي ليلة أبو الصلح. معايا على التليفون صديقي العزيز ناقدنا الرياضي البارز والرائع دائما أحمد درويش. ازيك يا درويش؟ ازيك يا يوسف؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني جدا والله. دايما كده دايما كده ما تسيبيش حاجه اقولها يعني. يا عم لا بقى ما تقولش كده بقى، ما 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 ما, ما تخلينيش احس ان انا جايب الديب من ديله وانا راجل على قدي بجتهد. ينفع ازود حاجه على قصه الراجل الهندي؟ زود حاجات ارجوك على قصه صديقي الهندي. 2017 كنت في قاعة كاس العالم في موسكو وركبت مع واحد مشجع ليفربولي باكستاني مسلم. أوكي. لما عرف ان انا مصري وبلد محمد صلاح سواق التاكسي ده رفض ياخد مني الاجره اكراما لمحمد صلاح، فانا شخصيا مدين بكام دولار لمحمد صلاح يعني. والله فهو طبعا حاجه عظيمه، واي حد بيرفع اسم مصر طبعا لازم نشيله عن راسنا. محمد زي ما بقولت كده عنده تحدي دايما يا استاذ يوسف مع الارقام القياسيه، يعني هو لما يتحدى او يتجاوز النهارده مايكل اوين ده اسطوره نادي ليفربول يرفع رصيده ل 151 هدف في المركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين من منذ بدايه المسابقه الانجليزيه وهي اقدم مسابقه في تاريخ الكوره. الانجليز هم اللي صنعوا الكوره. يعني انت لما تعرف الارقام القياسيه مثلا ان محمد صلاح الماتش ده كان رقم 120 على ملعب انفيلد، جاب بقى فيهم كام بقى؟ جاب 88 جول وصنع 33 جول على الملعب ده. يعني ب 120 مباراه لعبها على الملعب ده ساهم في 121 هدف لفريقه ليفربول. يعني صلاح النهارده 12 جول، ثاني هداف الدوري الانجليزي في السن ده. الناس شككت ان اول سنه طفره، ثاني سنه مشيت معاه كل مره وكذا وكذا وكذا. صلاح لا بيجيب بيحرز، ما عندوش اي فريق. يعني انت لو سالتني مثلا قلت لي محمد صلاح قدام ارسنال هقول لك جايب 7 اجوان، كل فريق صلاح بيلعب ضده سايب بصمه، او بالبلدي باللغه المصريه
معلم عليه. طب هسألك على حاجة بقى، لأن أنا ما شفتش الهدف اللي حطه صلاح، ما كنتش لسه لحقت أفتح الماتش. زمايلي كلهم قالوا لي حط حتة جون، هو عمل إيه؟ بص يا استاذ يوسف، عايز أقول لك على حاجة بس، عشان إحنا يعني ما عندناش حقوق، أو أنت حضرتك ما عندكش حقوق. محمد صلاح كل مرة كل هدف بيجيبه بيبقى تحدي جديد ولمسة مختلفة. يعني محمد بيبهرك دايما انه بيعرف يلعب برجله اليمين قوي، عكس المعتاد ان احنا واخدين لعيب الاشول ما بيعرفش يجيب اجوان برجله اليمين كتير، بيجيب بدماغه كويس جدا، بيلعب ضربات ثابته كويس جدا، عنده ثبات انفعالي في ضربات الجزاء كويس جدا. فاحنا بنتكلم على اجمالي فكره اللعيب المتكامل. يعني انت في مصر، محمد صلاح من مواليد شهر 6/92، السنة الجاية في كمان 5-6 شهور هيكمل 32 سنة إن شاء الله. إن محمد صلاح يبقى الموسم السادس أو السابع في الدوري الإنجليزي بهذا المستوى وبهذا القدر من الثبات، سواء على مستوى الصناعة المختلفة، صناعة الأهداف المختلفة والتسجيل المختلف، فأنت قدام أسطورة. فمحمد صلاح ما بصش للمال قد ما بص للمجد، قبل ما بص للتاريخ كان قدامه اعلى لاعب في العالم. لاعب وهو بيلعب وبعد ما يعتزل يتخطى ميسي ويتخطى كريستيانو رونالدو، لكن محمد اختار انه يفضل اسطوره حيه في ملاعب الانجليز، يفضل حاجه كده. احنا نفسنا كل ماتش نتفرج على محمد صلاح منتظرين منه الجديد. ايه الجديد؟ ان هو جناح يا جماعه، مش راس حربه، مش هالاند. هو جناح يبقى بينه وبين هالاند هدفين، وهو جناح يقود فريقه ان هو يعتبر متصدر او اقل بنقطه خلف ارسنال، في طموحات متجدده مع لاعب متجدد. هي دي الفكره. لا هو راجل مذهل مذهل مذهل، ودايما يخلق مفاجآت. صحيح، ده صحيح، ده صحيح. ده احمد انا مش عارف اقول لك ايه، انا عايز اشكرك جدا 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 جدا، واتمنى اشوفك قريب يا ابو حميد. انت صاحبي اولا قبل ما نبقى زملاء، اشكرك. احد اللي اتشرف، ربنا يخليك، ناقدنا الرياضي والكروي الكبير جدا احمد درويش. طيب